صادروها لشكون مش يعطوها؟ مش للتوانسة. كاني ما ثماش كفاءات في تونس. كاني ما ثماش طبقة عاملة لها تاريخها وأمجادها. وما فيهاش كذلك ذكاء. كانها ما فيهاش حتى أصحاب مؤسسات. لا. هذيك 114 مؤسسة ناجحة يحبوا يبيعوها. يعطوهم قطر ومش قطرين مش يخدموها، قطر مش تجيب شركات أمريكية أوروبية مش تخدمها. يضربوا في العلوم لان هذه البلاد مؤسسه على الركاب من نهار الاول ماليه تاسست على الركاب. الاسطوره المؤسسه تونس اسطوره عليسة امراه وذكيه فهمتني جلد بتاع ثور عملته بالسكين وعملت به البلاد. الذكاء ذاك يحبوا يقضوا عليه ويحبوا يعوضوا العلوم بالعلوم. واخر العلوم ان تعدد الزوجات يساعد على علاج سرطان الرحم. عندي ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى الرفاق في الجبهة. كل الرفاق في الجبهة. ليس لنا الحق في الخطأ. لنقرأ المرحلة جيدا. تونس تستهدف. الحرية تستهدف، المسار الثوري يستهدف، نساؤنا يستهدفن، ماضينا يستهدف، ذاكرتنا تستهدف، والمستقبل يستهدف، ونحن فقط نتحمل المسؤولية، لذلك علينا أن نتحد، ثم نتحد، ثم نتحد حتى ننتصر. رسالة أتوجه بها رفاقنا في حزب العمال. ولرفاقي في بعض المجموعات الوطنية الديمقراطية. هذا المؤتمر نريده لبنة ومنطلقا لبناء الحزب اليساري الكبير، الحزب العمال اليساري الكبير. وأقول الشباب اللي هنا ما عندناش الحق باش ما نقدمولهمش حزب واحد. يربط الماضي بالحاضر ويؤسس للمستقبل ويجب ان يكون في عين الجميع. اننا مستعدون لتقديم كل ما يجب تقديمه امام هذه المهمه. سنكون جنودا صغارا في الصفوف الخلفيه لها. جبهة راهن ويراهن العديدون على ضربها وضرب وحدتها. ونقول لهم ونقول لأنفسنا ليس لنا الحق في الخطأ. ليس لنا الحق في الخطأ. سنمضي في الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة بكل التنازلات بدون تراجع بدون تردد يدا في يد. هذه الجبهة
كانوا يريدونها أن تكون في زاوية الاحتجاج، ولكنها تتقدم لتكون البديل، بديل الحكم، بديل السلطة، لأنه لا معنى لثورة لا يملك فيها الثوار ناصية الحكم، لا يملك فيها الثوريين القرار. لذلك فالجبهة الشعبية مصممة على أن تأخذ الحكم. ثوار ثوار والجبهة الشعبية حتى المشوار، ثوار ثوار والجبهة الشعبية حتى المشوار، ثوار ثوار والجبهة الشعبية حتى المشوار، ثوار ثوار. نريد بهذه الجبهة المناضلة أن نبني مشروعنا الوطني الجامع، المشروع الذي بدأه مناضلون كبار، منهم من قضى نحبه، بل كثيرون قد قضوا نحبهم، وقلة لا زالوا ينتظرون وما بدلوا تبديلا. هذا المشروع الوطني الجامع الذي نجد فيه حلولنا، حلول مشاكلنا من تلوث وتعليم وصحة وإنتاج زراعي وصناعة وكل مناحي الحياة. هذا هو المشروع الوطني الجامع الذي من أجله تقاتل وتقاوم وتناضل الجبهة الشعبية وأنتم أبناءها. لا تخافوهم، لا يرهبكم إرهابهم، لا تخافوهم، إرهاب الرجعية تشوش. أيها الأخوة، أيها المواطنون الأعزاء، لا أريد أن أطيل كثيرا ولدي كثير من الكلام، ولكن أقول لكم كلمة أخيرة. بعزة الإسلام وحق من رفع السماء على الأرض، لن تطأ أقدام الغزاة أرضنا بعد اليوم، ولن ينعم المستبدون على أرضنا بعد اليوم، ولن ينعم المستغلون مصاصي الدماء بالاستقرار بعد اليوم. الجبهة الشعبية هي النبراس، هي البوصلة، هي الخيار الأوحد. إننا لمنتصرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذاك معكم نبنيها، ما لناش باش نعملوها وحدنا. على هذاك كيما نقدموا البدائل، نقدموا النضال، لأنه جبهة، جبهتكم إذا كان اليوم ما تروحوش باش تقودوا وتأثروا وتنظموا الجماهير في أحياكم، في مدنكم، في معتمدياتكم، تصلحوها بالتنظيم اللي هي الجبهة اليوم، راو هذا الاجتماع يفقد معناه. على هذاك شعارنا، على هذاك شعارنا، شعار كل وعطينا، شعار أبناء الجبهة الشعبية، تنظموا في الجبهة الشعبية، تنظموا في الأحياء، في رابطات في الأحياء، تنظموا في التنسيقيات المحلية في كل معتمدية، تنظموا في التنسيقيات الجهوية في كل ولاية، تنظموا في القطاعات، تنظموا على مستوى وطني، الجبهة مفتوحة لكل أبنائها، لكل التقاطع.
كانت الخيرة النيرة الديمقراطية التقدمية في هذا البلد. نصنع تونس الجديدة معا لأن تونس أخرى ممكنة. وياه وكيف نتفكرك